من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم وتلا إخوة الإيمان والإسلام اجتمعنا هاهنا لتكريم روح كريمة صعدت إلى رب كريم فقيد عائلات فراج الأكرمين كان ونعم الأب الودود المخلص لأبنائه والذي رد الرجال وعلم الرجال والذي نهل الكثير والكثير من أدبه أسأل المولى الكريم المتعال بحق هذا اليوم الطيب المبارك أن يجعل هذه ليلة خير لياليه وأن يجعل هذه ليلة سعد لياليه وأن يجعل هذه ليلة سبلا ثقيلا في ميزان الصبر والسلوان وقد شرف المكان بإعلان التلاوة الجمهورية في مصر العربية فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الفاروقي وفضيلة القارئ الشيخ محمد أبو ليلة وفضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح صبري فودة يقول سيدنا عثمان بن عفان لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم فهيا بنا نستهل ليلتنا مع الذي هو خير القرآن الكريم تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الفاروقي ضد اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بفاروق مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية سائلين لقارئنا له التجل والتوفيق فليتفضل مشكورا شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام داهنها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء
وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت
موت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه. فقد رأيتم تنظرون وما محمد إلا رسول ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه. وما محمد إلا رسول قد خلت من فإن مات أو قتل
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفهم وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا وما كان لنفس أن تموت إلا
ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما والله يحب الصابرين والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا
وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا وثبت أقدامنا وانصرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم صدق الله العظيم. اللهم يا خفي الأرضاء
نجنا يا ربنا بفضلك مما نخاف بحق ما تلى يا ربنا من صورة آل عمران المدنية وما فيها من تشريعات ربانية تلاها علينا كروان الإذاعة المصرية فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي طاروط قراء مصر وقطب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطاروط مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية وبذلك عبر أسير إذاعتنا العاملة ولولاة الإنارة الحديثة والكهرباء إدارة الحاج مجدي أبو نعمة وأولاده والمقيم بزهرة شرجة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية قصور الضيافة الذهبية ومخازن الفراشة الكبرى إدارة الحاج خضر الحداد والمقيم بهذا البلد طيب أهله كما تقدم أسرة الراحل الكريم وكل من فيه باسم عموم عائلات فراج الأكرمين ونحن في ليلة تكريم المغفور له بإذن الله الحاج طلعت فراج باسم الحاج رفعت فراج باسم أبناء الراحل الأستاذ محمود والأستاذ مصطفى والأستاذ أنس يتقدمون بخالص الشكر والتقدير إلى كل من أتى إلى هنا لتأدية واجب العزاء ولكم تحيات مصور هذه الليلة كبير مصورين جمهورية مصر العربية المهندس ناصر صلاح والذي ينقل لنا هذه الليلة كل صباح وليلة عبر أسير الإنترنت يقول حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه ويقول العلماء لا تأت الرجال إلا للرجال وشكر الله سعيكم جميعا